هسه اذا اشتريت عشو برشلونة برشلونة الوضع تعبان، يعني المطرة هاي المنطقة تفيض، السوق خدماته تعبانة، يعني كله قليلة، ماكو شيء متطور، ماكو شيء متطور جديد. من هالحكي هذا؟ شو طالب؟ تفيض طالب، طالب خدمات البشر هاي تستفاد بلدها. مثل ايش؟ أول شيء بلدية مو مضبوطة، هاي وحدة، مجاري مو تمام، أقل مطر يفيض السوق. زين وهاي الوضع مالتنا احنا تعبان. ها السوق ما بي حراسات ليلية، يعني الاغراض جات تنباق بسهالة. ايجار نعم، هو الارض ارض دولة مش نعطي ايجار 30 بالشهر، كل بسيط 30 بالشهر. انا صار لي بالقرنة 37 سنة بقضاء القرنة، عندنا محلات وعندنا كذا، الخدمات قضاء القرنة لا شيء ابدا، لا شيء. حتى البلدية اللي هو الإيجور اليومي من يجون يشتغلون السبت والأحد والاثنين والثلاث والأربعاء والخميس، يوم الجمعة ما يشيلون النفايات، يوم السبت احنا نأجر عرباين ونشيل النفايات، بما انه يجون البلدية حتى من يريد ينظف ما ينظف بشكل المطلوب. وبعدين قضاء القرنة مختضة بالسكان، وقد تكون تصبح محافظة لكثرة سكانها، وهت تشوف الوضع انت الان، والان على الصفه في قرائد يعجب الناس هاي تقتل باسم رتبته. دوله هاي لا حد يحاسب، لا حد يتابع، حاميته ربعه جيشه ومحافظته، وين صايره هاي؟ وين دولتنا هاي؟ يتابع ربعه يشوف الجيش شنو شغلته هاي؟ هي هاي الدوله؟ والله وكله صف الله خدم ولاد وكله تعبانه. احنا امشي هاي تابع القانون الدوله، شنو مسدس سبع حزام كتب الناس البريه؟ عجب ربعه هاي وين صايره هاي؟ اخوانا اشدكم على الموظفين اللي قاعد يزادوننا علينا، احنا كش ما عندنا كسب لا رواتب ولا هاي. مدرس يشتغل ويانا، الشرطي يشتغل ويانا، العسكري يشتغل ويانا، كلها تشتغل ويانا، كفيلك العباس وذاك يشتغلون ويانا تاكسي، واحنا لا رواتب ولا هاي وضالين. يعني ذا كروه ب 5000 ياخذه ب 3000 يكسر بالكروه. يعني ناشدكم بالعباس ضلينا بالضيم يا حن، يعني ما يصير هيك. يعني راتبه مليون ونص يجي زاود الفقير على 2000 دينار، والله متنا بس متسبين شرطه موظفين يشتغلون وياني. يعني كروه يعني ب 10000 ياخذها ب 5000 يكسر بيه، ما يصير هيك. انا جاي من هذا الطريق ويا ما قبل لا تعدي سدوا التايرات، سدوا التقاطع، سدوا نعم. اضطريت ارجع رون سايد، طلعت من هنا طقني بوصل ب 50000. هاي ما كل شارب مثلا السنه بالقرنه، هاي بالقرنه حاليا هسه، هاي بالقرنه
لا مشتغل ولا شيء، امورنا تعبانه فدنا يعني. السياره سايق اشتغل صار لي تقريبا اسبوع عاطل، وهي طلعتي انا ملكت كلها ملكت 5000 دينار. ها 50000 ما كنت تحت 2000 ما حصل مخالفه. شلون جيت رون سايد 50000 من الطين هذا 50000 شويه جيت رون سايد عشان معناته سادين الطريق والنار. توسيت بيه توسيت بيه، قلت له انا عادي بريكي عاطل. قال هاي ما تقعدنا لا بريك لا بضي، يا بتوسيت بيك بس خليني اتعدي. عاطل اتصل اسبوع وانا اسبوع تقريبا صار لي عاطل ما عاد اخويا ما مع. اعبر صوتي من قضاء القرنين بالحقيقه. طبعا بالحقيقه حكي هواي الشعب حكي، كل الناس عبرت بانفسها بس كل الحكي ما يطبق ولا يتنفذ. هاي وحده. الجانب الثاني طبقه القرنه طبقه ضعيفه، والان الحكومه وعدتنا بقضايا لخدمه الناس ما وصلت. اول نقطه اساسيه، انا بالعمر 40 سنه عمري وخمس افراد عندي، عايش على راتب الرعايه. راتب الرعاية أكضه يومين يخلص، قالوا راح نصعد راتب الرعاية ما صعدوا 270، وأنا عندي 7 أطفال. فكل الوعود اللي وعدت بها الحكومة ما سوتها للشعب، وهذا واقع القرنة من 2003 ولحد الآن ما شفت بس هاي القناة إجت وصلت. اي شغلات لا بلديه لا شيء، هسه يكون تجون بوقت المطر وشوفها اما حزمين ونطلب مساحات وبيدينا كل اسم الخدمات بالقرنه هنا ماكو. على هو شوفه محافظ البصره غيره يطلع لجنه، كل خدمات ماكو فاشله ماكو. مره واحده واجى بس للقيمقاميه ما اجى ما وصل ما طرق للسوق. رخصه ابو حمزه معلومه واحده، اول ما سووا هذا الجسر شوفه، هذا الجسر ذاك يوم سووا بيه افتتاحيه، اجى المحافظ مال البصره مال شنو الجراج وين مخلينا؟ مخلينا على الشارع فاش صاحبي، خلينا على الشارع. من اجى الجراج سووا فتحوا هذا المول، من اجى المحافظ دخلوا السيارات وين دخلوهم جوا، بس طلع المحافظ كملوا ما ادري شنو تصوير وهاي وطام جيد جدا، بس طلعوا طاحوا بسيارات الجراج من منصور خطيه وشحتوهم وظالين حاليا هسه بالشارع وسادين الطرقات وكل ساعه وصولات عليهم. يعني هذا خطيه وين يروح؟
هسه لا صاحب سياره ولا فتشي، بس يوقف هنا على الشارع قصه وصل، يعني وين يروح هذا؟ هم خطه هم حالات، من يطلع الماء هذا ماكو من يفيض الشارع ينزل علينا من هناك من الشارع العالي، ويجي هنا ما حد يسحب لنا الماء، يعني بحيث احنا اذا مطرت الدنيا نفيض بعد ما نبسط نعزل. بلديه دور شو تسوي لك البلديه؟ البلديه ذا هي فايضه. البلديه نفسيه المديره مال البلديه هي فايضه، تلقاها فايضه واصل مال يركبها. يعني شلون تطلع لك البلديه؟ قبل كنا احنا ناجر دنكر يجي يسحب لنا، احنا نجمع فلوس بيناتنا من الخضار ذيك النهايه، يجي ناخذ كل واحد مثلا 1000 1000 ونص يدفع من جيبه يسحب لنا الماء. وهذا ماكو. هسه ماكو شيء جديد. على حاطتك. يجي لو يفنش تشمبر مثلا هاي السقفيه عاليه والله مضايقه الشارع، ادري هسه المواطن يريد يمشي. يمشي بالشارع لو يمشي على السقفيه. وين النظام؟ وين التبديل؟ وين التغيير؟ ماكو شيء تغيير، يجي يركض على الفقير. روح ويرجع على الفقير نفس الشيء. كل شيء ماكو، هذا اعلام مثلا يجي اليوم طلع بالشفلات مالته ما ادري شنو ويا تصوير صورنا ما ادري شنو خذانا شويه فرة خله وراح. يجي الغيره الجديد نفس كذا حاله. يعني ماكو اي تغيير، ماكو تغيير عندنا جديد هنا. من 67 سنه لحد الان هي القرنه. اي تطور بها؟ لا شارع، لا سوق حلو، لا يعني لا مجاري، يعني ايش اقول لك؟ هي بعد ما عندي شيء. نرجو من رئيس الوزراء ان ينظر بعين عطف واحسان الى محافظه البصره الذي توارثها مرض سرطان نتيجه الابار النفطيه والغاز المحروق من ابار النفط، ولا توجد اي خدمه في محافظه البصره وخاصة قضاء القرنة نهائيا، ماكو خدمة يا رئيس الوزراء يا وزير الإعمار. طالب محافظة البصرة بوضع مكتب تشغيل في قضاء القرنة، لأن قضاء القرنة هي الأغنى منطقة بالعالم تعتبر، ونريد محافظة البصرة بوضع مكتب تشغيل في قضاء القرنة، لأن أكثر شيء كثرة العطالة بطالة في قضاء القرنة، ونريد مكتب تشغيل لأن هسه عندنا محاطة ب عندنا حق المجنون وحق القربة القرنة واحد وقرنة اثنين، وكثر العطالة بطالة هنا عندنا. هل هاي الوادم هل قاعدة هنا على القوت اليومي؟ شباب قاعدة على القوت اليومي، كلها على الواسطات. صارت هسه الشركات النفطية تشتغل كلها على الواسطات. هسه تروح هسه عندنا واحد عطال بطالة، يروح الشركات النفطية المحق المجنون ما يشتغل إلا واسطة، عنده عرف بالحق اللي يشتغل، ما عنده عرف بالحق اللي ما يشتغل. فنريده وقت موجود يكتب لنا، نريد نطالب من محافظة البصرة وضع حق العفو مكتب تشغيل في قضاء القرنة ويشتغلون به الناس العطالة بطالة، يسجل ويشتغل. السلام عليكم وحياكم الله القناة المحترمة إن شاء الله. أخوان عندنا شرح بسيط بخصوص قضاء القرنة، يعني وحاليا على حملة تجاوزات، البعض بها إيجابية والبعض بها سلبية. صراحة إحنا الأهالي قضاء القرنة، يعني هذا الشارع اللي شارع التجنيد يسموه، تقريبا الاهالي من 6 بيوت الى 7 بيوت شاركت هذا مجرى، كان شوفه هو عباره عن مشروع صغير يعني تمشي بالمجاري. شوف اذا 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 تقدر تصور هذا اخي، هذا كان نفس المساوات وياه. فهنا احنا شرتينا جبنا هاي الاباري اللي هي 8 ملم، وشاركنا على جيوبنا الخاصه ما يقارب مليون دينار، مليون دينار من جيبنا الخاص، لان مجارينا والقلي ما يقارب بعد 40 متر يعني تقريبا. احنا شاركنا بعضنا مع بعض وخلينا الشارع نظيف يعني، واشتراك وكان مع الرصيف، يعني هو كان مع الرصيف وعليه قطعه اسمنت، يعني كل الشغل نظيفه ومرتبه. فاجى يعني حمله تجاوزات، فحكينا ويا ماسترد، يعني كان جواب عنيف ويانا يعني وصعب، ردنا نتحاور وياه من اجل مدينتنا تطلع نظيفه ومرتبه ان شاء الله. كنا ودنا نساعد. اليوم انا دليل منخسر مليون دينار واشارك مع جيراني، كان ودي نظافه منطقتي صراحه، كنت اتمنى يعني كانوا وياهم مدير بلديه حتى نتحاور وياه، بس كانوا الاشخاص غير اختصاص، ما كانوا يجاوبون ويانا، وردهم كان عنيف يعني صراحه. وبالشفل يعني اكثر من رصيف كسره، لباري كسروها وعافوها، ويمكن صورت انتم بقناتكم المحترمه. المجاري قلنا لهم انتم ليش ما اعطيتونا خبر مثل انذار سابق حتى احنا نشيلهم، لان احنا خسرانين بالمليون دينار. يا بكان انتم يا ناس يا مواطنين، انتم من الدرجه الخامسه، انتم زامبي صراحه، يا ناس شيلوا باريكم على مود احنا نشيل بارينا ونتحمل مسؤوليتهم. وكانوا اذا يريدون بالعمر خلينا ننزلهم، ما عندنا اشكال، كنا نساعد وياهم كلش. بس هم للاسف، انا رحت للبلديه ورحت للساد عباس الرجال وجابوا وياي، وكان منطقه حلوه وتاثر على الموضوع صراحه، لان راويت التصوير يعني من السوق، قال لي ان شاء الله وعدك يجيك بالليل، وفعلا اجى بالليل.
كان حل صراحة مو صائب. كان الحل هو يعني عبارة عن مشروع ما يعني يشقون الأرض وهذا. قلت له هذا بهيج حالة يعني كان حلي أفضل كمواطن. أنا لا مهندس لا اختصاص، كان مخلي بوري وعلي اسمته وكذا وماشي أموري ونظيفة. إذا سووا مشروع بينكم ما بين الله، ما تظهر الخيسة ما تظهر كذا، يعني أطفالنا شلون تلعب. فإحنا نطالب بالبديل، إحنا لا ضد البلدية ولا كذا، إحنا اليوم أنت منشيل الأنقاض والتجاوزات نريد بديل. هل أكو بنا تحتية؟ هل أكو بديل؟ يرضى أني كل مواطن هنا يطلع مجاري على الشارع؟ إذا بهيج حالة يكسر مجاري. معاناتنا من الشرطة رحمة الوالدي. شرطة. شنو المخالفين؟ شنو المخالفين؟ يعني من الشرطة شو بيقول يعني؟ غير يشتغل هنا. يشتغل تاكسي. والله الخدمات بصورة عامة تعبانة. هسه مو خوب مو بس القرنة، يعني على عموم العراق ماكو خدمات. ما أشوف أنا اللي المسؤولين عندهم اهتمام بالمواطن وبالمدينة بالذات، يعني ما أشوف أنا يعني خدمات تعبانة جدا تعبانة. من أي ناحية يعني؟ والله ما أعرف يعني. تحاكي مثلا المسؤول يقول لك والله ميزانية ماكو، فلوس ما مخصصين مثلا الاعمار، اي شغله مثلا شارع مثلا، هواي من الشغلات، مدارس، المستشفيات بصوره عامه. تحاكي يقول لك ميزانيه ما عندي انا وما عندي شيء اسوي.
بالنسبة للخدمات مظلومة، يعني القرنة مظلومة من كل الجوانب، يعني التبليط، الماي، من كل الجوانب ماكو فد أي خدمات، مظلومة من كل الجوانب. يعني الواقع الخدمي أولا القرنة حدر الصفر، الزبالة أعلى من رؤوسنا صايرة، قيم مقام لا يطلع يشوف الزبالة، يشوف القضاء شنو عايز ايش ناقص عنده، مدير البلدية لا يطلع يشوف شنو شكو ماكو هنا بالقضاء، انت هاي هسه تتابعها، شوف هسه هذا قضاء القرنة، هذا قراج هنا هوير خاص ثغر، واحنا نطالب الحكومة تراجع قيم مقام على مود يطلع يشوف شنو الشكوى هنا نقص بالقضاء. والمحافظ قاعد هسه يشتغل بس بداخل البصرة ويعوف ذني الأقضية، هذا القضاء قضاء القرنة وقضاء الإمام الصادق حدر الصفر، ماكو نظافة، ماكو موظفين أصلا بلدية، ماكو نهائيا، احنا ما شايفين هسه لحد الان، انا اشتغل هاي كم شهر هنا بالتاكسي ما اشوف البلديه طلعت هي تنظفت هنا. عمي راتب رعايه مو عندي، وهاي خامس معامله، والله خامس معامله، الله شاهد، حظ ما عندي، ما ادري ما ايش السبب ما ادري، وعندي عائله 10 نفرات وقاعد بالايجار، وشوفني عربنجي يا جماعه ما يصير هالشكل، ليش ما يطلع لي ما ادري شنو السبب، غير اكو سبب، لا سيارة باسمي مثلا، لا ملك باسمي، لا عقار باسمي، لا كل شيء ماكو، مليت والله مليت، وهاي خامس معاملة ماكو ماكو، وبلكي بختك بخت ابوك بخت عشان ناشد ينقلهم بلكي الله سبحانه وتعالى. والمرور لا تروح للمديرية تبدل سنوية، لو تبدل إجازة، لو شوف شيني يريد لك مليون، هي السيارة مخسبقة وقوة يلا تحصل لك 5000 علاقة، هو يقصك وصل بخمسين ألف، والله شيني السنوية منتهية، الإجازة منتهية، فأنت ليش ما سهل لي أمر بالدائرة مالتك من أروح، من بدي أروح أبدل سنوية، أبدل إجازة، سجل السيارة، ليش ما تحول لي بصورة صحيحة، إلا بفلوس، إلا بمليون، هو أنا 5000 ما محصل لي، علاقة أريد لي، ليش اسمه آخر لي، هي تاكسي يشتغل، أنتم سهلونا أمر، أنتم الدوائر، سهلونا أمر، بال شو اسمه هاي المبالغ اللي يطلبونها، اعطيني 500 اعطيني 250 يلا امشي لك شغله، تحكي ويا الموظف الا بفلوس يلا يمشي، ليش؟ خلنا نرجع لعطيكم رحمة.
قرنه صفر، النظافه ماكو، ياخذون من عندنا اجارات، هذا نشوف الاجارات ياخذون، ياخذون القيمغام الدوله قيمغام مشتركين ويأكو بيهن تقريبا خمس فواز سته، ياخذون من عندنا اجارات لا ينظفون لا كذا، هو تشوف بعينك انت الشعب كله تعبان ومتكسف ومتاذي، مو معنى يعني متاذي، واحنا تشوف البلد الحمد لله البرميل النفط 140 دولار حسب ما يقول، ما اعرف الدولار شني، ما شايفينه ولا عارفه الحمد لله والشكر، وتشوف هذا الوضع كل خدمات ماكو، يعني زباله وصاخه وكل الامور، واحنا الحمد لله البصره مغضيه العراق من 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 الشمال لحد البصره مغضيه تكلف 80%، واحنا صفر نشكي، راتب الرعايه يعطون 170 الف دينار وكو رواتب ياخذون 4 ملايين و5 ملايين قاعدين عند اهلهم، هذا الحق هو؟ هي نفس الحاله بس هسه الفلوس اكثر والفقير طايح بيها، عيني يركضون يجي الجيش او الشرطه يجون يركضون عليها العرباين على هذول المبسطين بالشارع ياخذونهم مجزمه، وهاي الناس الطاقه ما حد بحالها، هاي ولد اثنين رواتب الرعايه 170 يسويها 400، المتقاعد ياخذ له 300، لو ذولاك الشهداء راحوا بعد ما لهم دور مال الحرب العراقيه الايرانيه، ها ايش قاعد بالالاف 300 الف راتب ماله ليش؟ ويا الحال ما حد حاسبه شهيد، ليش مو شهيد؟ والله شهيد غصبا عليهم. زبيب العالم زبيب.